دي اللي جابت ماما. ربنا احمدك واشكرك يا رب ان انا جيت في الوقت المناسب. انا عارفه انا عارفه البنت دي بتلعب عليك. معلش يا حبيبي انت شاب والشباب طيش. استغفر ربك استغفر ربك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ربنا بيسامح. يلا يلا تعالى معايا. فيا يا بابا انا شفت كل حاجه. شفتي ايه حضرتك؟ اسكتي خالص امشي من قدامي. امشي منين؟ انا شريكه هنا في المكتب. ما انا عارفاكي انا عارفاكي وعارفه على عينك طالعه لامك. ماما ولا كلمه زياده. انت بتزعلي عشان دي؟ اللي انت بتقوليه ده عيب وما ينفعش يتقال اصلا. وبعدين ده مكان شغل. لو حد جه من العملاء دلوقتي وشاف اللي بيحصل هتبقى كارثه. انا خايفه عليك. وانا مش صغير وعارف انا بعمل ايه ومش عايز حد يخاف عليا. ماما انت شرفتي ونورتي، من فضلك اتفضلي على البيت وانا لما ارجع هنتكلم سوا. ماشي يا عماد. انا مش عارفه اقول لك ايه. ما كانش المفروض تبقى. خلاص ولا من فضلك سيبيني شويه. ولاء ايه يا بنتي؟ هو احنا مش في ميعاد بينا ولا ايه؟ معلش هخلص اللي في ايدي وابقى معاكي حالا. خلاص اللي في ايدك ايه؟ سيبي كل حاجه، احنا لازم ننزل دلوقتي، عندنا لفه كبيره وانتي وراكي مليون حاجه لازم نشتريها. معلش بس هدي الملف ده لعماد واجيلك على طول. استني بس قوليلي اخباره ايه؟ مش فاهم. فك يعني كده وتلحلح؟ بقى بيتكلم بياخد ويدي ولا لسه قفل ومعقد؟ على فكره انا بتضايق من الكلام ده. انا اسفه يعني مش قصدي والله، هو انا بس اللي طريقه كلامي كده مدب شويه. لساني بقى هو اللي جايبني ورا. ما تزعليش مني. انا مش زعلانه، انا بقولك على مضايقني عشان تبقي عارفه. اه طيب ماشي خلاص، انا ممكن انزل استناكي تحت. ولو تحبي ناجل النهارده كله مفيش مشكله، شايفاكي مشغوله قوي. تبقي زعلتي؟ اه زعلت واتضايقت كمان. ممكن تهدي شويه وتقعدي؟ هو يا اما الناس تبقى فاهمه طريقتك وحباها يا اما تزعلي. بقولك ايه، الكلام الكبير ده انا ما بفهموش يا حبيبتي. انا ما بفهمش غير حاجه واحده بس، متضايقه مني امشي. عايزاني انزل معاكي زي ما اتفقنا؟ انا معاكي للصبح. يا ولاء فين الدوسيه اللي قلت لي خلصيه؟ ازيك يا ناديه؟ ازيك يا عماد؟ ايه امال فين سامي؟ قال لي هيعدي عليك بعد الشغل. تمام. انت بتعملي ايه من دول؟ ما بعملش اي حاجه، قاعده في البيت بكلم نفسي.